استمر العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال ترميم قصر البارون بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه. تتضمن أعمال الترميم عملية التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، إلى جانب الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية. للوقوف على مستجدات سير الأعمال بمشروع ترميم قصر البارون، تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار قصر البارون الذي يعاد ترميمه بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه، على أن تنتهي عملية الترميم خلال 3 أشهر. قصر البارون بعدكم أن في خلال 90 يوم من النهاردة بإذن الله هيكون القصر منتهي تماما بتكلفة فوق ال 100 مليون جنيه، أول عملية متكاملة. فإحنا جايين النهاردة نطمن على الأعمال مع بعض، نشوف الأعمال إزاي تقدمت بشكل ملحوظ. أعمال الترميم تشمل عملية التدعيم الإنشائي لأسقف قصر البارون وترميمها، وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة بها، إضافة إلى استكمال النواقص من الأبواب والشبابيك والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية. أثناء بدء العمل في يوليو 2017 لما اتشالت ما تسمى الاتساخات اللي هي نتيجة عوامل التعرية، ظهر اللون الأصلي اللي هو اللون الطوبي اللي هي استأنف العمل بهذا اللون بناء على الفاتورة اللي ظهرت وبناء على الوثيقة الفرنسية اللي أكدت هذه المعلومة. القصر كان قبل ما تتملكه وزارة الآثار كان ملكية خاصة، وكان حصل مشاكل كتير حوالين القصر ولغط كتير، وكان لازم الدولة المصرية تتدخل وتوضع حدود لكل هذا اللغط، ولازم نحافظ على التراث المصري. حالة من الجدل كانت قد سادت مواقع التواصل الاجتماعي حول كون ألوان الواجهات الخاصة بقصر البارون هي نفس الألوان الأصلية لها من عدمه، إلا أن وزارة الآثار أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من اختبارات وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف، لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات.